انتو كنتو كل الوقت عم تعملوا اللي بدكن اياه. بس بنتي خلي ببالك هالقصة، وقت بيكون في شرخ بالعلاقة بين الاثنين، العالم فوراً بتستغل هالشي لمصلحتها، ومشان ما تخلي هالعلاقة تضعف لا تسمحي لهالشي يصير أبداً، وكوني قوية. انتي مستغربة ما؟ أول ما اجيتي على هالبيت عروس كنت عصب منك كتير وقدايا، كنت شوف إنك غلطانة بكل شي بتعملي، بس شوي شوي دخلتي لقلبي وحبيتك كتير، وخاصة وقت اللي أنقذتيني من مشكلة العقد وكنتي واقفة جنبي. وقتها حسيت إنه مستحيل لاقي بالدنيا كني أحسن منك، بس كمان بعدين رجعتي غلطتي ريتي، وفوقها تركتي بيتك وتخليتي عن عيلتك ورحتي على بيت منباري. طيب انتي بتعرفي قديش هالشي ضايق العيلة منك، وخاصة فيبور زعلتي كتير، كان فيكي تجي لعندي بوقتها وتحكي معي بالقصة، كنا قدرنا نحل هالمشكلة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.